مرحبا جميعا، معكم بلال من قناة كلاسيو، واليوم راح نلعب هذا التحدي قطعة الطريق. اسمه راح أنا ربحت هجوم، راح ألعب الثاني هجوم. هون بالثاني هجوم راح يعطوني صندوق الذهب، باخذ لمبرجاك ولا لمبرجاك فارس، يعني راح يعذبنا إذا أخذه. برنسس وبومبر ولا بومبر بومتاور بومتاور عفوا. هلا من جم اكسي راح اخذه. يلا يلا حط هون هاد، اخذنا منه دمج منيح من البرج، بس هذول ما بقى السكنات، هذول البربر ما راح يخلونا، ما راح يخلونا نعرف نشتغل. حط لمبرجاك، ما بنخليه ياخذ البرج. نجهز الساحرة، بحط وراها الايس كولم، لا صاروخ ما نزلت. بحط البرنسس حتى تاخذ دمج من البرج، صرنا اخدين دمج من البرجين. لا بس علينا نضيف، التحدي سهل بس في خصوم صعبين. انا لعبته بقرية الاولى، ربحت 8 انتصارات. جاهز او بلا؟ استنى لا يحط سكنات البربر، لا يحط له بوم تاور، ما بعرف شو اسمها دي، حطه. نجمع اكسير، انا راح ارجع له بنفس الهجوم، ساحرة ايس جولم فاير بول لمبر جاك فارس. هلا هذاك البرج رايح ببرنسس، معي كمان لايتنج راح شلو يا او 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 اخذنا البرج. لا يجوز نخسر، ندافع باللمبر جاك. لا لا حط فارس، بس لو في وقت نضغط عليه، بس ما احسن. لا معقول نخسر هذا الهجوم ونسحب لل ما. يلا نروح للهجوم الثالث. الهجوم الثاني كان فاشل، ايس كو فاير سبيريت افضل. فاير بول ولا زاب؟ اذا اعطيته الزاب يروح لي الايس سبيريت والجوبلينز، حاخذ زاب. عملاق ملكي، هاي الاستراتيجية راح تكون كويسة، بس بدنا ننتبه على الحجر اللي معه. بنبلش من عملاق ملكي وارشر، نجهز الزاب، الجوبلينز، غيلان رمح. هلا بنجهز ارواح النار ل خملنا دمج منيح، بس رح نرجع له
معنا شو اسمها قطع الطريق بس توصل على البرج. ما وصل، حط زاب هون، أرشر هون، ويلان هون، جايز ماينر، يلا اكسير اكسير اكسير، لحق هلا هو معه الالكترو ويزرد، بيعاد هذا مثل الزاب، هذا راح يلبكنا. ما راح نحط شيء، راح نجهز له العملاق ملك، او راح نحط المورتر كدفاع. حط الباندت لحاله، يعني بتاخذ دمج جوي. راح نهجم من محل الحجر حتى ندافع ونهجم بنفس الوقت. حط المورتر كمان، حط الباندت من الطرف الثاني. اسمع قطع الطريق، اخذنا البرج. العملاق ملكة، راح نجهز هو الأرش، ما راح يخلينا ناخذ البرج بس راح ناخذه أصلا. أخذنا البرش، حط ماينر، مدفع هون، أخذنا البرش، ما عنده أي مجال يوقفنا. لا معه حجر، راح بس حطنا الحجر نغدره هون. أهجم عليه من النص، مدفع هاون، أرشر، فاير سبيرت، قطعت الطريق، جاب هون، والله خسرنا. كانت ثالث مباراة كمان فاشلة. نروح للمباراة الرابعة، شو بنختار؟ باند قطع الطريق، صاروخ حتى ناخذ دمج يعني اذا في اله شوي. جاينت سكيلتون، ناخذ استراتيجية دفاع وهجوم. حطيته البالون بس كان غلط. حط الميني بكا بعده، غيلان رمح، مو غيلان رمح، شو اسمه هذا؟ هلا بشوف اخر اسمها. تقريبا استراتيجية لافا، هذا الجندي الجديد راح ينزل خرافة، مع انه 3 اكسير بس وصل على البرج بشيل وشيل. راح نجهز جايز سكلت او ماني باك عم دافع فيه، بعده نحط جايز سكلت الغيلان. لو معي زاد بس بحط لي اكل عصمية بيغبرني فيها. راح نهدي اللعب،
لا انا معي استنساخ ومنطاد. ما وقت الاشعارات هلا؟ هلا من هون بنحط الاستنساخ. هياك العصبية ما بيخلونا نعرف نلعب، ما معنى شيء لنشيلهم. هلا بما انه روح هياك العظمي راح احط له ميني بيك وغيلان. خالص هذا الهجوم ليله. بما انه روح هياك العظمي ميني بيكا، يلا هلا رح نضغط عليه استنساخ. صرنا ما في اي رقم، رح نحاول على القليل يعني. جود جيم. بس واحد وثلاثة خسارة. هلا رح روح الحساب الثاني وبرجع لكم. وهيك بيكون جينا للحساب الثاني، عنا باكيجات لنشوف شو عنا العرض. ما اعطونا ممتاز ليش هون؟ نطلب مليون نفتح الباكيجات. 89 ذهب او جرايدر، 11 فايس، 86 ذهب او جرايدر، 11 فارس. نفس الصندوق اللي قبله تماما. 78 ذهب، 1 عملاق، 11 سهام. ما طلع لنا شي. رح نروح على الهجومات. كوهني هاي ربحت 84. لما كنت وصل رح وصل لتسعة بيعطوني 25,000 ذهب. كنت هلا اشتريت بطاقة اسطوري بس خسرت. وين الهجوم؟ وهني هون كنت راح فوز بس خسرت. هون انا بختار الفارس وقتها، بعده بختار الجندي الجديد، بعده القوس والشاينت رويال. ويستنى الأخير لحتى ينقل بطاقة. بحط القوس بالبداية للدفاع ويبلش لي الجاينت سكيلتون بنفس الوقت. أنا بكون عم جهز البكا، بحط ماسكتير، بحط بومبر سهام، وبجهز جاند رويال. لا هو حط لي البالون من ورا، ما اضطريت انه حط البرنس اسباي، كنت راح اكتفي بدفاع مو ما كنت راح اجي. حط لي جزء، انا ما عرفت شو بدي اسوي. حطيت ماسكتير، بالون ما حسين يضرب البرج، هذا شيء كويس. هلا بحط انا البومبر، لاني بومبر ضرب 200 وشوي كويس، بس هو بيحط لي بومبر تاور.
انا هون بجهز الخبز لحطه. حطيت بكة، ما كنت راح نزل الخبز، مو نزل الا جاينت سكيلتون برنسس. لوي بحط لي بالون. هلا ما كان عندي ولا شيء دافع فيه، ماسكتير كان، ما في اكسير، بس قطعت الطريق وصلت. والبكر راح يضرب ضرب، يمكن ما كان راح يضرب، بس حط البوم تاور ما خلاه يضرب. هلا شوفوا، هلا كان ما له خبر انه معي جاينت رويال. هلا حطيته وتفاجأ فيه، حطيت القوس، حطيت البرنسس للدفاع وبومبر عساس القوس يروح على البرج، بس ما راح. مسكتير بحط برج كامي، هو رايح يعني كنت راح اربح الهجوم التاسع، بس ما ربح، كان راح يفيدني كتير. خلص الوقت وانحسمت الوطارة، ربح علينا بنجمي، كنا راح ناخد له البرج، برج السبعمية، بس ما في وقت. وهيك يكون نفتح هذا الصندوق، هيك بكون وصلت معكم لنهاية حلقتنا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وهديك المرة كان في تفاعل كتير، وصلنا 96 مشترك. بكرة راح نوصل 100 مشترك، يعني شكرا كتير لكم، انتو عم تدعموني، ما عم تدعمني لحد الآن، وصلت 100 مشترك ب3 مقاطع فيديو، هذا الرابع.